سننتقل إلى اللواء الدكتور محمد المصري، مدير مركز الدراسات الفلسطينية في رام الله. يعني أتمنى دائما أن يكون خير في كل صباح، ولكن يعني نتمنى السلامة لكل الأهل في غزة، وأيضا نعلم كل العلم المضايقات التي تقوم فيها دولة الاحتلال على جميع أرجاء فلسطين. تحدثنا دكتور عن المشهد بعد ليلة ساخنة. صباح الخير لك السيدة وعد، على فكرة حفيدتي سما وعد. صباح الخير للأستاذ كاسي ولكل شعبنا في الأردن. آمل أن يكون خيرا على أبناء شعبنا جميعا، وأن يكون يخفف هذا الضغط عنا ويحمي أبناء شعبنا في كل مكان. أنا أقول بالأمس كان يوم صعبا بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة، خاصة هذا القصف المتواصل بكل أنواع الأسلحة برا وبحرا وجوا، واستخدام ذخائر جديدة قد تكون هذه الذخائر التي وصلت حديثا من الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة بالعدوان والتي تشارك في غرفة عمليات الحرب في دولة الاحتلال. تعرض أبناء شعبنا بالأمس إلى قصف متواصل أكثر من 3 ساعات متواصلة ولم يتوقف قطعيا، وبالرغم ذلك كان هناك صمودا وكان هناك ردا، وفي نفس اللحظة كان هناك رد الصواريخ. هلا نحن نتحدث عن الأزمة الإنسانية الخانقة، يعني لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطيني في قطاع غزة يكون آمن، ليس هم فقط، حتى الأجانب الموجودين بما فيهم وكالات الأمداء، بما فيهم وكالات الغوث في الأمم المتحدة. بالأمس يعني وكالات أمريكية مراسلين كانوا يراسلوا يعني حصات ويقولوا بشكل واضح أنه إحنا نعيش ظروف صعبة وقد لا نخرج من هذه الأزمة، واتصلوا بقيادات الجيش دولة الاحتلال وأبلغوهم الجيش بأنهم لا نستطيع أن نحميكم في قطاع غزة. معنى ذلك كل شيء في قطاع غزة مهدد بالأمس. بالرغم من ذلك هناك فسحة أمل كبيرة ووحدة الموقف العربي في وراء خلف المشروع الأردني الذي قدم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل على 120 صوت مقابل 14، وهذا بيؤكد على يعني عدالة قضيتنا، على عدالة موقفنا، على وحدة الموقف العربي الرسمي الذي أنجز هذا الإنجاز. وإن كان هذا القرار هو غير ملزم لدولة الاحتلال، ولكنه يعزز الموقف الأخلاقي لهذه الدول والموقف السياسي بالضبط على تحت الأمريكية الراعي لهذا العدوان. نعم، يعني دكتور محمد، يعني احنا بنشوف الجهود العربية ب يعني امبارح ب 120 صوت، وهذا شيء جيد. ان اليوم تحدث قديش الجهود العربية لما تكون متكاتفة قديش ممكن تكون النتيجة إيجابية تحديدا. بالتأكيد يعني المشروع الذي قدمه الأردن بنيابة عن المجموعة العربية بالرغم من تعديله، لكنه يؤكد على وقف النار الإنساني واستدامته وفتح المعابر من أجل وصال القضايا الإنسانية والطبية والغذائية لأبناء الشعب. هذا وقف مهم، هذا رمزية عالية جدا جدا. وأنا بس تبعت بالأمس كان يعني وزير الخارجية الأردني يتحدث في اللحظات التي يتم فيها التصويت، أنه يحذر العالم كله من لما يصوت على هذا القرار معنى ذلك أنه مع استمرار الحرب والعدوان على شعب غزة، وحذر بأنه إذا ابتدى الاجتياح البري بالأمس كان ممكن متوقعا. ووزير الخارجية قال بأن هذا الاجتياح البري سيؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط بشكل كامل يعني. ونحن نعتقد بأنه ما تقوم في دولة الاحتلال جرت المنطقة لحمام من الدم. حضرنا سابقا بأنه بدون يعني حل عدل للقضية الفلسطينية يقوم على قيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس وحل عدل اللاجئين، فلن تكون هناك استقرار ولا أمن لا دولة الاحتلال ولا غير دولة الاحتلال. هذا هو الموقف الأردني، ونحيي هنا الموقف الأردني يعني حكومة وشعبه على رأسه جلالة الملك الذي جال الدول الغربية في أثناء العدوان على قطاع غزة وتحدث بشكل واضح وملاه، ويساعد في ذلك من خلال المصداقية العالية التي تمتع فيها جلالة الملك لدول الخارج. لذلك نقول أن هذا الموقف الأردني والموقف الفلسطيني موقف واحد يتم التنسيق بين القيادتين، بين رئيس أبو مازن وجلالة الملك، على مستوى الحكومات، على مستوى وزارة الخارجية. نحن شعب واحد نعيش نفس الهموم، نفس التهديدات، ونتصدى أيضا. ورأينا ما رأينا في ساحات عمان وغير عمان وإربد وكل مناطق مدن الأردن كيف انتفض الشعب الأردني الشقيق إلى جانب الإخوان ودعما لقطاع غزة وربا للعدوان على شعبنا الفلسطيني. نعم. هذا هو الموقف الذي نتمنى أن يكون موجودا في كل الساحات العربية، ونكتفي نقول بأنه إحنا دون عمقنا العربي
نحن لا نستطيع مواجهة هذا العدوان المركز في دولة الاحتلال، ولكنه الذي يشمل دول استعمارية كثيرة معها. دكتور، يعني الأمور العملياتية ما بعد هذه الليلة الصعبة جدا، يعني كان هناك دخول بري وجوي وبحري، الانقطاع عن العالم، الدموية والوحشية، كان هناك أيضا تصريح من المقاومة أنه سيكون هناك تصريحات مفاجئة للإسرائيليين تحديدا بعد هذا العدوان البري. ما رأيك وما الاستراتيجية ستكون أيضا؟ شوف، دولة الاحتلال هي بحاجة لخط قيادتها اليمنية المتطرف، هؤلاء الفاشلين في تل أبيب، هم بحاجة لصورة نصر بعد هزيمتهم 7 أكتوبر وما تعرض لهم جيشهم إهانة وفشل استخباري وعسكري. فبالتالي نتنياهو بالتحديد يحتاج إلى صورة الدبابات تتجول في قطاع غزة من أجل هذه الصورة، لكي يعني يخفف عن نفسه الضغط ولا يتحمل فشله وفشل حكومته في هذا اليوم. لكن أنا أعتقد أن دخول الدبابات واجتياح البري هو أسهل على الفلسطينيين مما يحصل الآن. اليوم تستخدم دولة الاحتلال كافة أنواع الأسلحة على صعيد البر والبحر والجو، ولا تستطيع قوى المقاومين أن يتصدوا لسلاح الجو. سلاح الجو الذي يتمتع بكثافة نيران عالية، ورأينا بالأمس كيف أن اللهب كان يخرج من قطاع غزة كأنه جهنم. ولكن دخول قوات الدبابات معنى ذلك تحييد سلاح الجو. تحييد سلاح الجو هذا يعطي فرصة للمقاتلين الانتشار والتحرك والاصطدام عن قرب مع الدبابات. وأنا أعتقد أن المقاتل الفلسطيني اللي شفته دولة الاحتلال في 17 سترى أكثر جبروتا وأكثر قوة وتحديا، لأنه لا يوجد لديه شيء يخسره بعد ما فقد أهله وعائلته وبيته وشعبه عم بترحل، وبالتالي هو محاصر من كل مكان، ولذلك سيدافع للحظة الأخيرة. وهذه تجربة كانت المقاومة الفلسطينية في 1982 في بيروت، حين صمدت المقاومة 88 يوم أمام كل جبروت الجيش الإسرائيلي. عشان هيك احنا بنقول إنه ما في خوف، إذا تخلت القوى البرية ستكون مجرى الدبابات. نعم سيخسر الفلسطيني وستكون تكون عملية دموية، ولكن أنا أعتقد إنه موقف العربي الذي رأيناه بالأمس قادرين أن نضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك في غرفة العمليات في تل أبيب اليوم، وبعد قوات المارينز ونائب قوات المارينز الذي سموه سفاح بغداد وصل يعني إلى تل أبيب ويشارك في غرفة العمليات من خلال الاستشارة والتخطيط والمتابعة والمراقبة وإعطائهم توجيهات. هذا الرجل الذي يعني بشع في منطقة الفلوجة يريد أن ينقل تجربة الفلوجة إلى قطاع غزة. أنا أعتقد التجربة يعني مختلفة الآن، قطاع غزة موضوع مختلف كليا، كثافة سكانية، مقاتلين مدربين ينتظروا هذا القتال، مر على يعني علينا 75 عام من الهجرة، وهجرنا بال 48 وهجرنا أيضا ونزحنا بال 67، لن نكرر الهجرة. في موقف عربي كثير ممتاز جدا، موقف الأردن، موقف المصري، وتصور السعودية دخلت على القصف بقوة كمان. نحن كفلسطينيين لم نكرر تجربة الهجرة متمسكين، هذا الذي يقوله الأخ أبو مازن دائما، لن نكرر الهجرة مرتين باقيين في هذه الأرض مهما كانت النتائج. أما العمليات البرية التي قام فيها الاحتلال بالأمس فشل ذريعا، ولم يتقدم عدة أمتار كما يقولون، أقصى حد وصل فيه 100 متر. طيب حتى يعني دكتور محمد، يعني دكتور محمد اسمح لي، يعني يوم صباح اليوم الصحافة الإسرائيلية تحديدا تحدثت عن خيبة أمل، تحدث عن هذا الموضوع، ورأيك بهذه هذا التصريحات سيد؟ طبعا خيبة أمل، لأنه هو هذا لما بيحشد قوات الاحتياط 380,000 ويوضع 5 فرق للفترة أكثر من 150,000 جندي على حدود قطاع غزة، لو ساروا بالأقدام بيضربوا رجلهم في بعض يعني من كثر العدد الموجود. ما فيش أي دبابة الآن في المستودعات، ما فيش أي آلية في المستودعات، كلها على حدود غزة وجزء منها على حدود الشمال التي تروهم. ولا أرغب بالنقاش في هذا الموضوع، يعني حدود الشمال قطاع غزة التي فيه مناوشات، ولكن في قطاع غزة هناك يعني عدد من الدبابات يمكن تجتاح 3-4 مدن كبرى في العالم، ورغم ذلك لا يجرؤون التقدم، يعرفوا تماما بأنه وجههم الانتحاريين والكمائن والصواريخ والاشتباكات. بالأمس كانت يعني معركة شديدة جدا وانسحبت من 3 نقاط كانوا حاول الدخول فيها. لن تدخل الدبابات إلا بعد مجزرة الدبابات، لذلك هو الاحتلال الذي تعود يعني يقاتل عن بعد
ويقاتل بنفس المكان مساحة، يعني بمعنى في ساحات العدو كما يسمى. نظرية الأمن الإسرائيلي تقوم أول شغلة الحرب الاستباقية، بمعنى أنه هو يبادر. المرة هذه الفلسطيني البادر فيها، وكمان كم الجانب الثاني أن يقاتل على أرض بعيدة عنه، يعني مش أرضه اللي هو يعتبر حدود التاريخية بمعنى حدود دولته كما هو يسميها. اليوم دخلت في العملية داخل المستوطنات في عقر داره، وتم دمير فرقة غزة وغرفة السايبر 8200، وأخذوا فيه المعلومات وكافة السيرفر بتاعت يعني ذاكرة الكمبيوتر أخذوها المقاتلين. وبنفس الوقت أنه لا يستطيع أن يتحكم في العملية تستمر عدة أيام. اليوم 22 يوم دخلنا وما زالوا الموجودين وما زالت السيرفر تطلع من قطاع غزة. نحن لا نرغب بهذه العمليات، لا نرغب بالدم، لا نرغب باستمرار القتال وتدمير شعبنا. قدمنا من الشهداء أكثر من 8000 الآن وأكثر من 19000 شهيد عدا تحت الأنقاض وتحت الأنفاق. ولكن إذا يعني المجتمع الدولي لم ينصفنا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت المفاوضات لمدة 30 عام من بداية أصلح حتى الآن ولم تقدم مبادرة سياسية، ولم نخرج أكثر من حكم ذاتي وأقل، حتى منطقة ألف التي أخذناها في أوسلو الآن دول الاحتلال بتهاجمنا فيها وتقتل أبنائنا وتدخل مخيماتنا وقرانا، والمستوطنين الذين شكلوا الحرس الوطني أو الحرس القومي كما يسموه من أجل قمع شعبنا بال 48 بالأمس. يعني أنت شفت يعني تبعتهم 5000 مصلي كان في جامع المسجد الأقصى، علما يكون دائما بمئة ألف. لماذا؟ حتى نمنع الذهاب إلى مسجد الأقصى. ضربوا الكنائس، دمروا المساجد، لم يتركوا شيء. لذلك لا خيار للفلسطيني إلا الدفاع عن نفسه وعن قضيته وعن وطن الشعب. صحيح. دكتور، ما القادم؟ ما هي السيناريوهات المطروحة للقادم القريب تحديدا؟ أنا على صعيد الشخصي أتخوف من مآلات الحرب، يعني ما بعد الحرب، الموقف السياسي، الموضوع السياسي، ماذا سينتج سياسيا عن هذه الحرب. ولكن المؤشرات تقول بأن هناك تغير كبير في يعني حتى رؤية المجتمع الغربي للعمليات الموجودة، بدليل بدأوا يعني بهجمة كبيرة على الفلسطينيين وأعطوا كل الضوء الأخضر لدولة الاحتلال، والآن بدأوا يتحدثوا أنه لا يمكن نستطيع أن نغفل عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني. واستمعنا للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعرض الآن بهجمه يمكن يغيروه أو يشيلوه من مكانه، نتيجة أنه قال أنه عملية 10/17 لم تكن وليدة الصدفة، هي جاءت نتاج ظلم تاريخي وقع على فلسطين وعدة جرائم. كمان بالأمس الاتحاد الأوروبي كان هناك في قرار قدمته أسبانيا أنه يتم عقد مؤتمر دولي خلال 6 شهور يناقش فيه عملية سلام تضفي إلى حل دولتين على أساس حدود 67 وعاصمة عاصمة. يعني هذا تطور، هذا تطور مهم. لكن من أحدث هذا التطور؟ صمود الفلسطيني والموقف العربي. هذا الصمود وهذا الموقف احنا مطلوب الان في هذه الفتره تحديدا. انا بدي اشكرك الدكتور محمد المصري، وانت مدير مركز الدراسات الفلسطينيه، شكرا لك سيدي.